معي مباشرة من غزة مراسل الحدث خضر الزعنون. أهلا ومرحبا بك خضر. الآن عندما نتحدث عن تحديدا عن الواقع الإنساني وخاصة الأرقام الأخيرة التي تؤشر إلى وضع كارثي بخصوص الجفاف وسوء التغذية، يعني ما هو نشاط منظمات الإغاثة أو تقارير منظمات الإغاثة يا خضر؟ أهلا بك أحمد وبكل المشاهدين. أولا فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية خاصة للفلسطينيين في المناطق الشمالية من وادي غزة وتحديدا في محافظة غزة ومحافظة الشمال، هي أوضاع كارثية بامتياز نتيجة شح المواد الغذائية وخاصة الأساسية، حيث أن ما يأتي عبر سواء الشاحنات التي تأتي بين يعني أوقات متقطعة أو حتى التي تلقيها أو عمليات الإنزال الجوي من قبل طائرات يعني هنا من عدد من الدول، وخاصة خلال الساعات الماضية كانت عدة طائرات من دولة الإمارات وعددها 3 طائرات ألقت هذه المساعدات، وأيضا كانت طائرات أمريكية وأيضا فرنسية وأردنية ومصرية وعدد أيضا من دول أخرى. هذه لا تكفي للأعداد الكبيرة في المناطق الشمالية وادي غزة، وتحديدا هنا ما يقارب 700,000 نسمة يعيشون في أوضاع كارثية، ونحن اليوم نشارف انتهاء الشهر الخامس على التوالي من هذه الحرب التي يعني تشنها إسرائيل، حيث أن وزارة الصحة ومنظمات أيضا دولية ومنظمات أهلية ومحلية وإقليمية وصفت هنا الأوضاع بالمجاعة، حيث وصلت هذه المجاعة مستويات قاتلة وخاصة أحمد للأطفال وأيضا للنساء الحوامل والمرضى المزمنين. كان لي قبل ساعة من الآن جولة في مستشفى كمال عدوان، هذا المستشفى الذي يؤوي والذي يرقد على أسرة الشفاء بداخله العشرات من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، وبعضهم فقد يعني روحه، وحسب مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية قال لي أنه ارتفع العدد إلى 18 ضحية كلهم من الأطفال، إضافة أيضا إلى أن مستشفى الشفاء يعني فارق بداخله نتيجة سوء التغذية والمجاعة نحو 2 من كبار السن، وخاصة من حي الزيتون الذي هو إلى الجنوب الشرق من مدينة غزة، بفعل الحصار الإسرائيلي الذي كان مفروض على هذا الحي بفعل عملية التوغل. إذن المنظمات الإنسانية والمنظمات الدولية العاملة بمجال الإغاثة وخاصة الغذائية أحمد هي ليس لها ممثلين في المناطق الشمالية وادي غزة، لذلك المواطنون هنا عبارة عن يعني جوعة وهم يتضورون جوعا وبحاجة ماسة إلى من ينقذهم وينقذ أرواحهم خاصة من المجاعة. هم يقولون إنهم إذا لم يموتوا بصواريخ الجيش الإسرائيلي وقنابل الجيش الإسرائيلي داخل بيوتهم فهم سيموتون خلال أيام أو خلال طب أسابيع. هنا يطرح سؤال إذا سمحت لي خضر، يعني الموضوع ليس من باب التحليل العسكري وإنما فقط من باب قراءة الرسائل، هل تريد بالفعل يعني إسرائيل بكل هذا الحصار وهذا الضغط، هل يريد الجيش بالفعل يعني أن يتوجه سكان الشمال بالفعل إلى كل مناطق الجنوب بحكم يعني لا تستطيع أن تقارن السيء بالسيء بحكم أنه الوضع لربما في الشمال أكثر سوءا من مما يجري في جنوب القطاع في رفح؟ فعلا فعلا أحمد، هذا يعني ما يروق أيضا للمستوى السياسي أو حتى المستوى العسكري والمستوى الأمني، والذي الإسرائيلي طبعا والذي يدفع بسكان المناطق الشمالية من قطاع غزة بأن يعني يخرجوا من هذا المكان باتجاه المناطق الجنوبية، ولكن المواطنون ولدى خروجهم سواء على طريق صلاح الدين الشريان الرئيس الرابط بين المحافظات الجنوبية والشمالية أو حتى طريق هارون الرشيد الطريق الساحلي، عندما يتحركون من تلك الأماكن من هنا من شمال قطاع غزة ويتوجهون باتجاه المناطق الجنوبية فهناك العديد من الحواجز التي تقيمها يعني الآلة الحربية الإسرائيلية وتستهدف هؤلاء النازحون ويتم استهدافهم، وكما حصل خلال الأيام والأسابيع وأيضا الأشهر الماضية على مدار هذه الحرب تم الاستهداف لأعداد كبيرة من النازحين وسقط بعضهم ضحايا وأيضا مصابين. طيب الآن بانتقالا لموضوع الوضع الميداني، تشير أو تظهر مجموعة من التساؤلات بأنه الفصائل الفلسطينية كيف تنشط في مناطق الشمال، خاصة أنه يعني هناك اشتباكات القصف الإسرائيلي خاصة المدفعي ما زال موجودا تحديدا يعني لمناطق معينة في الشمال، إضافة طبعا لحي زيتون جنوب مدينة غزة وأيضا خان يونس. نعم أحمد، فيما يتعلق بالوضع الميداني
وعمليات التصدي من قبل المقاومين الفلسطينيين للجيش الإسرائيلي وآلياته، خاصة في المناطق الجنوبية من مدينة غزة، وخاصة محور منطقة تل الهوى، حيث يتمركز الجيش الإسرائيلي ويقطع الطريق الرابط من الطريق الساحلي حتى طريق صلاح الدين وصولا إلى طريق العودة. هناك أيضا بين الفينة والأخرى نسمع إما يعني طلقات نارية بشكل كثيف أو تفجير بعض العبوات الناسفة، وإطلاق أيضا قذائف الهاون وقذائف أيضا من أنواع أخرى يطلقها خاصة عناصر من كتائب القسام وسرايا القدس باتجاه الآليات والحشودات الإسرائيلية، وأيضا في المناطق الشرقية لحي الزيتون حيث طريق العودة، وهناك أيضا يتمركز الجيش الإسرائيلي، إضافة أيضا إلى المناطق الشمالية الشرقية من بلدة بيت حانون والشمالية الغربية من بيت لاهيا إلى الشمال من القطاع. هذه محور عمليات الجيش الإسرائيلي، ولكن المقاومون بما يتوفر لديهم من عتاد وأيضا أمور عسكرية يواجهون الجيش الإسرائيلي بهذه الإمكانيات، وأيضا يوقعون قتلى ومصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي. في صباح هذا اليوم كان هناك اشتباك عنيف في منطقة تل الهوى إلى الجنوب الغرب من مدينة غزة، حيث قام مقاومون بإطلاق رشقات من قذائف الهاون صوب الحشودات الإسرائيلية، وأيضا وقع هناك اشتباك وكان مسموع بشكل واضح ما أدى بالجيش الإسرائيلي إلى إطلاق عدد من القذائف المدفعية صوب منازل المواطنين، وهذا أدى إلى سقوط على الأقل 2 من الضحايا، خاصة في حي الصبرة القريب من حي تل الهوى، إضافة أيضا إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت على الأقل 3 منازل في مدينة غزة وتحديدا في حي الزيتون. إذن من غزة مراسل الحدث خضر الزعنون، شكرا جزيلا.